هلأ موسم الكرز، الواحد لازم يقيم العود تبع الكرز، يعني دستان هذا lot of benefit، لها فوايد يعني كتير. يحطوا معهم مي ويغليون يغليون يغليون، وبعدين يخليون بالطنجرة ليصير اللون المي غامقة مثل الشاي الغامق. هلا رح بلش اقول انه اول مره بحياتي بعرف انه فينا نغلي تبع الكرز ونقدر نشربه ويكون عنده كل هيدي الفوائد. بس الموضوع هو غير القصص الحلوه الجديده اللي عم نتعلمها، هي طريقه وكيف عم نتعلمها. الفويس تبع امه وهضامته له هن جمعوا كلهم ب The Voice Note Chef، وقدرنا نتعرف اليوم ورح نعرفكم اكثر على كريم يلي عم بيطل معي مباشره من نيويورك. صباح الخير. صباح الخير، هاي كيفك؟ مريات، كيفك؟ منيحة وأنت؟ الحمد لله الحمد لله. لا بس قلي لما قالت لك أمك إنه فيك تشيل تبع الكرز وتحطهم بالماي وتغليهم وترجع تشربهم وعنده فوائد كثير، هي ما كانت صدمة لك؟ أنا هلا صدمتني أنا لأنه ما بعرف هيدا الشيء أبداً. أول مرة بتسمعي فيها؟ إيه صح أول مرة. ما كانت صدمة لإلي لأنه ستي كانت تعملها. أوكي متوارثة القصة. إيه كان معها ضغط، حرام كان معها ضغط عالي، سو كثير مفيد للضغط، للواحد ينزل الضغط. طيب كريم بدي أعرف هيك الناس عنك، أنت حدا سوبر فاني، سوبر مهضوم، سوبر كريزي، وأنت شخص يعني صحيح بالببلستي بشغل الأدفرتايزنج، بس بخصوص الطبخ ما كان خصك بالدنيا. إجا اللوك داون والمام قد ما مشغول بال عليك ما بدها اياك تاكل من برا، خافت تنتقل لك العدوى، وبالتالي بلشت صفحتك يلي هي ذا فويس نوت شيف على انستغرام. بس قل لي اول فويس بعثت لك اياه عن شو كانت الطبخه وقد ايه كان طوله وقد ايه كانوا التفاصيل اللي فيه. اوكي قد ايه كان طوله وعرضها وكل شيء. اول فويس نوت اللي بعثت لي اياها كانت لكبه باللبن، اكيد لانه كنت كثير مشتاق لاكل المعمر. وانت كمان بلشت دغري بالعالي كبه بلبن، حدا ببلش بهالاكله؟ على مستوى عن جد عن جد نحن كثير مصرين بالعيله. بس كنت بلندن بتعرفي، كان صارت اللوك داون زهقت انا اكل الانجليزي. شو هي اكل الانجليزي اصلا؟ دليفري يعني ساندويشات وبيتزا وباستا. يعني هو فاست فود خليني اقول تقريبا، بس في مطاعم لبنانيه، بس كان في مشاكل بالوقت الكورونا بالدليفري وهالقصص. سو يعني بعثت لها مسج للماما، قلت لها مام كثير يعني جاي على بالي اعمل كبه بلبن، كيف فيني اعملها؟ كيف بتعملي انت؟ اوكي فيك تبعتي لي وصفه هيك انه تسليه، كانت بس تسليه. وبعثت لها الفويس نوت. اول فويس نوت كانت 45 دقيقة. 45 يعني دقيقة، اوكي عم تخيل شو في بقلبه تفاصيل، يعني لحظة بس افتح الباب، لحظة بس دق ما بعرف مين، بفتكر في هيك شيء كان صح؟ ايه شيز لايك بدك تحط اللبن، لحظة لحظة في حدا اجى تبع الغاز على الباب، لحظة تبع المي اجى، بعدين عم بسمع صوت التلفزيون عالي الاخبار الجديد طبعا. كانت 45 دقيقة تقريبا وتفاصيل كثير معقدة اكيد، بس الحمد لله زبطت معي انه نجحت، يعني ما بعرف كيف. أوكي. بس طبختها وطلعت كثير طيبة الحمد لله. ومن وقتها وهي يعني كانت البداية، هي البداية، هيدي البيرث تبع الفكرة الكونسبت، لانه اصحابي سمعوا صوتها، سمعوا هالفويس نوت. اوكي هن شجعوني، هن قالوا لي انه مان صوت امك يعني بتضحك، مهضومه كثير مان، شو مهضومه امك، ولازم يعني لازم تعمل شير على هالفويس نوت على الانستغرام، لازم تعمل شير. فهيدي اللي عملته وهيك هيك انفتح صفحه الفويس نوت شيف على الانستغرام. اوكي ومن وقتها
ما بعرف كيف، ما تسأليني كيف، بس عملت ضجة هيك، عملت viral effect، ووصلنا يعني تقريبا 60,000 متابع يعني الحمد لله. طيب انت هيك لما بلشت كريم بهيدا الموضوع، انت كنت اخده هيك as funny، اخده انه والله هيك لنجرب، او انه عن جد كان عبالك توصل لشيء مور سيريوس، يعني يكون اكثر هيك فعلا، يكون هيك صفحه فيها شغل، فيها توصل رسائل مثل ما عم بيصير اليوم، يعني يكون في لها هدف، او هي بلشت هيك مسحه؟ بلشت مسحه لك الدغري للمشاهدين كمان، بلشت تسلي، لان كل واحد بده يعني. الكورونا يعني كانت يعني وقت كثير صعب لنا، فبدنا نتسلى، فبلشت كتسلي، بس بعدين صارت هوايه عن جد، وهلا صارت حياتي لك الدغري. خلق ما صارت هوايه يعني، صارت حياتي وصار شغلي كمان هلا. اوكي. ما بعرف كيف صارت هالايفولوشن، بس انه عم بشتغل هلا مع براندز، وعم بيحكونا انا والماما وبدهم يشتغلوا معنا، وصارت اكثر يعني اكثر من تسليه هلا. اوكي. صارت اكثر من بس صفحه على الانستغرام، صارت اكبر، صارت مجتمع بين العرب كمان خاصه. مزبوط، هيدا اللي بدي اقول لك اياه. كنت انه انت كريم اليوم وصفتك، انت موجود بامريكا، يعني وصفتك موجهه للجاليه العربيه، وانا بدي اقول انه كريم نصه لبناني نصه كويتي، وهو فخور بالجنسيتين يلي معه هون، بالاضافه لوجوده اكيد خليني اقول بالغربه، يعني لانه انت عايش بعيد عن والدتك لك فتره طويله، فاذا انت عم تتوجه للمجتمع العربي، بس هل اصحابك او اصدقائك او الناس الامريكان يلي بتعرفهم بيهتموا كمان بهيدا النوع من الوصفات، خاصه انه اكلاتهم كثير بعاد عن اكلاتنا؟ صح، الاكل عندهم كثير بعيد، بس عم بحبوا كثير الكونسبت تبع صفحتي، عم بحبوا الفكره، ولانه شيء جديد لهم. I don't think انه ما عم بيلاقوا صفحات ثانيين، انه صفحات بالعربي انه بيشاركوا هيك وصفات بالطريقه اللي عم بعمله بهيدي الطريقه، وكمان مع سبتايتلز انجليزي، انه قصدا عم بعملها، عم ترجم قصدا، لانه بدي كل العالم يشوفوا ثقافتنا العربيه. نعم، واهلا وسهلا بالعالم كله، يو نو، اذا بدهم، اذا واحد امريكاني بده يعمل كبه لبنيه او تبوله على طريقه ماما، اهلا وسهلا، وعم بيطبخوها، انه عم بيعملوا وصفات، عم بيجربوهم. يعني معقول تفكر هيك كريم تفتح مطبخ صغير لبناني وتسميه وصفات ماما مثلا؟ هلا كثير استوحيت الكلمه انا. هيدي حلم عن جد، ايه هيدي حلم، بفتكر حسميها شي جوسلين او كافي جوسلين. شي جوسلين احلى، شو رايك؟ منيحه. شو رايك مريات؟ خلينا نشوف شو رايها لجوسلين بهيدا الموضوع، شو بتقول؟ هي معنا على الخط هلا. جوسلين شويري، صباح الخير. صباح النور حبيبتي. اهلا وسهلا فيك. لك ولكل الناس هلي بالجديد ولكل المستمعين، وان شاء الله بنقدر نفيدهم بمعلومات جديده، لانه للجديد كل شيء جديد. شكرا كثير. مدام جوسلين، ما بعرف اذا كنت عم تسمعي الحديث، كنت عم بساله اذا عباله هيك يفتح مطبخ لبناني لوصفات مام، وقال انه عباله يسميه شي جوسلين، شو رايك بالموضوع؟ ما بعرف، ما بحياتي اجتني الفكره انه نفتح مطعم يعني، بس اذا هو حابب يعني انه يدخل بهالمجال. نعم. ما اكد رح كون واقفه جنبه قد ما بقدر، مثل كل الاميات يعني، بس يكون عندهم اولادهم يستشيروا امهم بشيء، بتقطع حالها شقف لتساعدهم، عرفتي كيف؟ بس هو بدي اقول لك شغله، دائما الوحده بتريد الاحسن الافضل لابنها. صحيح. ما فكرت بحياتي انه رح نكون عندنا مطعم ورح نتخصص بمجال الطبخ. يعني نقلك كريم من مطرح لمطرح، لانه هواياتنا واسعه، عندنا كثير هوايات ثانيين غير الطبخ يعني. بعرف تعرفت عليك امبارح، صدفت حبيبتي، صدفت هالكورونا، وبتعرفي كيف مثل كل ام بتخاف انه ابنها يروح يعمل طلب من برا ويجيب، اول شيء ما كنا نعرف شو هو هيدا الوباء،
صحيح. ما بنعرف انه اذا الواحد عطف على الاكل تبع الطلبات او مثلا ايديه ما مغسلين او في ميكروب هالكرتونه اللي رح توصل له، يعني ما كنا نعرف شيء بالاول. بقى كنت خايفه على عليون وقلت انا بابسط طريقه رح ابعث له ريسيبي ليعرف يظبطها. هو بيقول انه ما ريسيبي طويله لانه بدي اول مره، يعني هو طبعاً. ما بحياته دخل مطبخ. واحلى شيء انه احلى شيء الماما بتبلش كل وصفه ما بدها شيء، ثلاث كلمات المشهورين لكل ام لبنانيه، ما بدها شيء. مزبوط مزبوط، بس التفاصيل بتبقى كثيره يعني بدهم كثير. بس انا بدي اقول شغله، بدي اقول شغله كريم، يعني لا شك انه ترفع القبعه على جوسلين، لانه لو ما وصفتها اليوم انت منك شايف هالقد قوي بالمطبخ، لانه انت قلت لي انه ابدا ما كنت تعرف لو ما وصفتها هالقد دقيقه وحلوة وعلى القد، يعني ما كان في أكل طيب، عرفت؟ بدنا نعطيها حقها هلا 100%. ما هيك؟ جوسلين كان أول أنا كان سهل عليك، مبسوطة إنه وزع. ما أنا بدي أسألك، كنت كان سهل عليك هيك الوصفات تبعك تصير فايرل وكل العالم تعرفها وتصير على انستغرام مباحة لكل الناس؟ يعني لقلك دغري شفيت على العالم مثل ما شفيت على ابني، قلت أنا خليهم يستفيدوا يعني بهالحالة الصعبة هاللي كل واحد مارق فيها، يعني كلنا سوا بزيت البوت بزيت المركب وهالولاد وهالعيال ما رح يعرفوا يدبروا حالهم، خليني اعمل خير ويستفيدوا. وما لقيت الا كل الناس انبسطت فينا وحبت تتابعنا لاستمر كريم بهالشغل بهالصفحه. صحيح صحيح، وانا ساندته ومؤكد الام دائما بتسند الاولاد وانا بعرف قد ايه بتحبيه لكريم. يعني هلا مش رح نقول على الهواء قد ايه، بس انا بعرف. رح نسمع هيك، نحضر فيديو ثاني كمان في صوتك والفويس تبعك وبنرجع بنتابع. يلا كريم، بدي خبرك خبريه، برجع بشتاق لهالاكله لأنه كلنا نكلها بس we wanted to close the house in Beirut ونطلع نصيف حسوب بالجبل للصيفية. بقى that day wasn't cooking day. بقى ينسلق بطاطا وينسلق بيض، وأطيب أكلة إذا ما عزت شوية بيض مع بطاطا. هلأ بدل ما الواحد يحط زبدة كنا نحط ملح وبهار وحامض وزيت، وكلوا شوف شو طيبة delicious try it. بس الزيت لشو مايونيز زيت زيتون أطيب شيء. بحب كثير جوسلين كيف كيف بتوصل للقصص. زيتون يعني هلأ صاروا وين ما كان، يعني الناس عم بتنبسط بالميديترينيان دايت هاللي فيها زيت زيتون، بتنفع مثل الكل الفاتي أسيد مثل الأوميغا مثل زيت الزيتون مثل الأشياء الصحية. ولقلك الدغري أنا بحب أنه عادة أكل صحي، يعني بحب. وبعدين أنا بس بدي أطبخ صرت التكتيكال، يعني ما عاد استعمل مليون طنجرة، هي زيت الطنجرة بتسرق فيها الزيت زيت الطنجرة بترجعي تعملي الرز فيها، يعني لأنه بالزمرت أنا وصغيري بدي فوت على المطبخ يشحطوني، ما حدا يحبني بالمطبخ. كان عنا خادمة كبيرة بالعمر أصلة أرمنية، بقى كل ما ادخل على المطبخ تقول امان يا ربي امان، اطلع من المطبخ بخيلكن عزقتوا الدنيا. اول ما تزوجت ما بعرف اعمل قهوه كانت انجح. واو حلو هيدا الشيء. لانه بالغربه بالغربه بتعرفي كنت اول شيء زوجي عم بيعمل اول دكتوراه وانا رحت معه كمان على الجامعه، بقى نفشوا عروقي من اكل البرجر والستيك، واذا كثير بدنا ناكل هالمكسيكان
المكسيكان فود يحرحروا لي تمي. يا ماما بدي اكل زوم. كتبت للوالده وقالت لي الوالده انا رح اكتب لك ريسيبي. هيدي بالوراثه طلعت من الام لجاسلين لكريم. شكرا كثير لك. من الست للام 100%. طبعا عندها فكره عن الطبخ طعمه اولادها، عرفت كيف؟ ما بيمشي الحال. الرجال بده قلبه بيو يعني بمد من البطن من الستومك، يعني بيكون مبسوط. مزبوط. يعني الواحد يكون عنده فكرة انه يفتح بيت يكون يطعم اولاده، وكثير فيها ساتيسفاكشن انه تشوفي انه اولادك. نيكست تايم بس بدي اقول لك شيء مدام جوسلين، نيكست تايم رح تكوني معي بالاستوديو لانه ما بكفينا حديث على التليفون انا وياكي، خاصه انه انت اسم الله عليكي على المواهب. انا مش بهالقصص هيك. مواهب ثانيه بنحكي فيها. خلص اوكي. شكرا كثير لك كريم. انا ودعت امك، بس قبل بدي اسالك انه شو اللي خلى هالناس هالقد تحب هيدي الصفحه وتتابع هيدي الصفحه؟ بيكون سؤالي الاخير لك. I think شفنا هلا شفنا السبب. الوالده عن جد حبوا يعني مش بس صوتها، حبوا وصفاتها لانه وصفاتها كثير طيبين، ووصفات من ستي ومن العيله كمان. ف وعم بجربوهم يعني من كل انحاء العالم. بس انا بفكر انه حبوا اكثر شيء انه فكره انه انا شاب عايش لوحدي بالغربه وعم بستعين يعني بوصفات امي بفتكر، وعم بطبخهم الوصفات يلي صارت كثير مشهوره. ايه وهيدي شيء جديد كمان، شاب عم بيطبخ بوصفه امه. يعني هي كمان هيدا المكساج اللي انت عملته مع انه تحط صوتها على انستغرام، هيدا بفتكر يلي عمل هيدا الفرق بالصفحه. وان شاء الله يا رب كريم هيك بتوصل لاعلى المراتب وبتحقق كل احلامك سواء بشغلك الاساسي او حتى بالطبخ يلي هو هيك دخل فجاه على حياتك. ميرسي كثير. وفيكم تلاقوا كل شيء من الوصفات اللبنانيه للكويتيه طبعا، لانه ماما كمان من وقت ما اجت على الكويت بتطبخ الاكل الكويتي طبعا. ف على ذا فويس نوت شيف. ذا فويس نوت شيف. اوكي. وعساكم كلكم بخير. ثانك يو. شكرا كثير لك كريم، وسوري نحن سهرناك معنا لهيدا الوقت. شكرا يعطيك الف عافيه. لا ثانك يو. الشرف لي. شكرا.